بعدين بدأت تخرج من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أكتوبر 1992، التحقت بمعهد وطني مهدي. كتابه المشهور كوغيل دي زيماج، تصادم الصور. يعني عدد المرشحين يعني يزيد على 50 مرشح، والحمد لله تم اختياري كباحث رسمي بالمركز الدولي للبحوث الدرافية في خجة الكردة. شاركت في استنباط، يعني في اختيار أصناف جديدة، 5 أصناف جديدة من الكريتيكالي، خوانيو، بيجل، برهان، دريرا اوت كروس، يعني التي لا زالت متواجدة لحد الآن. إذا تحدثت بعض الشيء عن الفضل لبعض الأشخاص، لا أريد كذلك، هناك أشخاص، يعني عدة أشخاص ساهموا في توطيد العلاقات ما بين المركز وفي تسهيل مأمورية المركز بالمغرب. هناك المدير الحالي للمعهد الوطني للبحث الزراعي، هناك مدير مدراء الأنصة سيد بن تهامي، هناك يعني مدير المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الكاتب العام لوزارة الزراعة الذي ساعدنا في يعني في إنشاء بنك جيني جديد للأصول الوراثية في المغرب. قلت بأن هذا الدعم يعني مكن إيكاردا من أنشطة تفعيل أنشطتها في عدة مجالات. لا أريد أن أتطرق لمجالات البحث، لكن أخص بالذكر أنني كباحث زاولت عملي كمدير البنك، مدير وحدة الأصول الوراثية مصادر الوراثية، ومعاون مدير برنامج التحسين الوراثي الذي هو موجود هنا موجود بالمغرب، وفي 2018 في أوائل يعني يناير 2018 أسندت لي مهمة المنسق الوطني للتعاون ما بين إيكاردا والمغرب، خلفا للدكتور محمد المريد الذي كان يشغل المنسق الإقليمي لإيكاردا بشمال إفريقيا. ماذا يعني بالنسبة لي شخصيا، ماذا فعلت في كل هذه المدة؟ كما قلت لم أنقطع على الميدان البحثي، يعني حاولت أن أتابع بحوثي في مجال الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع الحي والزراعي، وقمت كذلك بما يسمى دعم برامج التحسين الوراثي، وخاصة أثبت ما يسمى بخلق سلالات محسنة ومبشرة من خلال التهجينات مع الأنواع البرية. وهذا أنا أقول بأن من بين ما تركته كرصيد وراثي هو هذه السلالات التي
لا زالت تستعمل من طرف البرامج الوطنية والبرامج الدولية لمقاومة الأمراض ومقاومة الحشرات. ومن بين هذه السلالات من منها من يعني أنشئت من خلالها أصناف جديدة من القمح، من القمح الصلب والقمح الطري، ولا زلت أستمر في هذه الأبحاث بالتعاون مع باحثين وطنيين، خاصة أذكر أخص بالذكر الدكتور حدوري جمال بيستات، والدكتور جلال عبد الرزاق، الذي نقوم في إطار برامج مشتركة بالتحسين الوراثي لما يسمى القمح والشعير. كذلك من خلال مسيرتي يعني كباحث، كان لي يعني قمت ب بإعطاء دروس في عدة جامعات، أذكر منها يعني أذكر منها المعهد الوطني للبحث الزراعي، جامعة مكناس، جامعة قاضي عياد مراكش، جامعة الرباط محمد الخامس، الجامعة الأردنية بسوريا. قمت خاصة لا بسوريا وفي كل الدول قمت ب تطوير او كان عندي عدد كبير من الطلبة، تأطير طلبة جامعيين ما يناهي 37 منهم، أظن بأن منهم 20 من المغرب، وأعداد كبيرة خاصة من بريطانيا، من تونس، من لبنان، من سوريا، من الأردن، من إيران، ومن أريد أن لا أنسى، قلت ليبيا، إذن كان عندي طلبة متعددين وفي مجالات متعددة. كان عندي ثلاث دكتوراه في إيران، دكتوراه في اثنين دكتوراه في تونس، دكتوراه في طالب دكتوراه في ليبيا، طالبين في جامعة بيرمنغهام ببريطانيا، طالبين دكتوراه في الأردن، طالبين دكتوراه في سوريا، وأعداد وهنا طلبة، هنا عندي أربع طلبات دكتوراه، خمس طلبات دكتوراه في المغرب، وأعداد كبيرة من طلبة الماجستير في هذه الدول. من بين هذه المنجزات يعني تأطير الطلبة وإعطاء دروس خاصة دروس في دروس جامعية لطلبة الماجستير والدكتوراه في مجالات التحسين الوراثي وعلم الوراثة. هذا يعني من بين إنجازات التعاون ما بين المغرب وإيكاردا، هو أن اليوم عندنا أكثر من 128 طالب يتابعون بحوثهم مع الباحثين إيكاردا هنا في هذه في هذه ما يسمى بالمركز بالمغرب. إذن وهناك أكثر من 70 برنامج تعاون ما بين المغرب
وبرنامج تعاون تقام أنشطته بالمغرب، منها أكثر من 35 برنامج مشترك مع المؤسسات البحثية والتعليمية بالمغرب. لا أريد أن أطيل على، لكن أقول بأن من خلال برنامج التعاون ما بين المغرب والسيجيال اللجنة الاستشارية ككل منها إيكاردا، هناك نشهد من خلال ثلاث مراحل التي قاموا بها في الماضي من سنة 2006 إلى اليوم، هناك عدة إنجازات وتشكل، ونحن بصدد ابتداء من في المرحلة الرابعة من هذا التعاون المطمر، الذي من خلاله سنتوجه نحو معرفة ما هي إمكانية، ما هي الأنشطة التي ممكن أن نقوم بها لأن نرى جهود البحث عند المزارعين، نتائج البحث عند المزارعين، وهو تقوية ما يسمى نقل التكنولوجيا والتعامل مع المؤسسات الوطنية لنقل التكنولوجيا والمزارعين للرفع من مردودية. هناك عدة تكنولوجيات للأسف، من بينها الأصناف المحسنة، من بينها القناة الزراعية كالزرع المباشر، يعني كيف يمكن لهذه التقنيات، وهناك تقنيات الري واستعمال العقلاني للمصادر المياه، التي يجب علينا العمل كل شيء لكي تكون عند المزارعين، هذا أول حاجة يجب القيام بها. وهناك كذلك كما قلت بأن هناك مجال آخر هو دعم البحث في مجال التحسين الوراثي، وذلك من خلال الاهتمام بدعم أنشطة التحسين الوراثي بخلق ديناميكية جديدة لتسريع ما يسمى استنباط أصناف محسنة جديدة تهدف إلى تحسين المردودية وتحسين ما يسمى إنتاجية هذه المحاصيل عند المزارعين، وتلبية متطلبات السلسلة ككل، كل الناس الذين يشتغلون في المراحل السلاسل لهذه المحاصيل الحقلية. بالنسبة لعملي كمنسق لوحدة كمدير وحدة المصادر الوراثية بإيكاردا، كان يجب أن أذكر بأن في إطار اللامركزية كان مدير المركز الدولي للبحوث الزراعية آنذاك كان وجه فريقي إلى التوجه إلى تونس لأن يكون هناك مقر للوحدة حفظ المصادر الوراثية، إلا أن في سنة 2014 تقرر بأن نحول مركز وحدة المصادر الوراثية إلى المغرب، و مما مكنني من إنشاء بنك جيني جديد في المغرب، وبنك آخر في لبنان. البنك الجيني في لبنان يهتم بما يسمى بإكتار وحفظ المصادر الوراثية للأنواع البرية والأنواع العلفية والرعوية، أو المغرب بنك المغرب متخصص في
الحفظ الأصول الأصول الوراثية وخاصة الأصناف المحلية للشعير والقمح والعدس والحمص. إذن تمكنا بدعم من عدة جهات وخاصة من CGIAR من اللجنة الاستشارية من خلال البرنامج البنوك الجينية الذي أنشئ من 2012. كان هناك دعم مستمر في إنشاء الوحدة وفي إنشاء البنك جيني جديد بالمغرب وبلبنان. وقمنا من 2015 إلى يومنا هذا باستيراد كل المدخلات التي بعثناها إلى القبو في سفالبارد بالنرويج، وهذا القبو بعثنا له 80% من المصادر الوراثية التي كانت متواجدة بحلب، بعثناها كنسخة أمان، وأخذناها بدأنا من استيرادها في سنة 2015 وقمنا بإكتارها وتوصيفها لكل هذه المدة في كل سنة بأكثر من 30,000 عينة في كل سنة، وقد وصلنا اليوم إلى أكثر من 107,000 عينة كثرناها في 4 مواسم. والمستهدف هو أن نقوم بإكتار كل المدخلات أو المصادر الوراثية التي كانت متواجدة بسوريا، حيث يجب أن أذكر بأن إلى حدود 2017 لا زالت عندنا أخبار بأن البنك الجيني بحلب لا زال يشتغل، مع أن كان هناك انقطاع للكهرباء في بعض الفترات، إلا أن بعد سبتمبر 2017 لم نتمكن من أخذ أي أخبار حول ما وصل إليه هذا البنك الجيني، مما يعني استوجب علينا أن ننشئ بنوك جينية في المغرب، بنكين جينية، واحد بالمغرب وواحد بلبنان كما قلت، ومن خلاله من خلال يعني الدعم من جهات مختلفة تمكنا من إكتار أعداد كبيرة من المدخلات، ونحن سنستمر لمدة أربع مواسم أخرى لكي يكون عندنا 143,000 عينة في هذه المنطقة. أريد أن أذكر بأن نحن بصدد البنك الجيني بالمغرب الأول كان فيه يعني طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 45,000 عينة، إلا أننا وصلنا لحد الآن 75,000 عينة، وبفضل الدعم من المركز من المعهد الوطني للبحث الزراعي ودعم الوزارة نحن بصدد إنشاء بناية جديدة للبنك الجيني للأصول الوراثية، فيها بنك جيني لها طاقة استيعابية تفوق 150,000 عينة هنا بالرباط.